ورؤساء مؤسسات ووحدات الاعتداد بالناحية العسكرية الثانية. خطة للسلاحي دو أ 14 وعندهم معمر أيمن ومعمر أيسر. إن تنظيم هذه الأيام الإعلامية تندرج في إطار تعزيز الرابطة جيش أمة من خلال التواصل المباشر والمستمر مع كافة الأطياف المجتمع المدني من أجل التعريف بالمهام النبيلة موكلة للمدارس العسكرية والمتمثلة في تكوين عنصر بشري كفء في مجالات عسكرية وعلمية.